بدي اصبح مره جديد كل يلي انضموا لنا هلا. بعرف انه نهار الاحد بيكون هيك كثير ريلاكس حتى توعوا وتفتحوا التي في وتابعونا اكيد بعالم الصباح. مشوارنا بيتابع لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. رح ننتقل نحن وياكم لحتى نكون هلا مع محطه مفصله مع شيف محمد اكيد ضمن رشد ملح. بدي صبح كل المشاهدين من جديد. بلشنا نحضر اول طبق لليوم، رح احضر المغربيه لان بدها شويه وقت زياده طويل على النار لحتى تستوي اللحمه والدجاج، وبنرجع بنحضر بالمرحله الثانيه طبق القطايف. لحتى نحضر المغربيه بدنا لحمه موزات، بدي دجاج. نحن عاده بنعملها في اشخاص بيحبوها يا اما لحمه او مع صدر الدجاج او الفخاد. نحن حنعمل اليوم المغربيه مع اثنين سوا، ورح نعملها مع البصل كويزات الحبه الصغيره. بدي لحمة بهالشكل بتقطع بوزن 30 جرام تقريبا، ورح ناخد اول شيء نحط قطع دجاج نحطهم بالصينية ونفوتهم على الفرن. في اشخاص بيسلقوهم سلق، انا بفضل نفوتهم على الفرن مع رشة ملح بهار ابيض او بهار حلو وكراوية. الاساسي بهالاكله بالمغربيه هي الكراويه اللي بتعطيها الطعمه، الكراويه المحمصه. رح نفوتهم على الفرن، بدهم 20 دقيقه لحتى يستووا يتحمروا، بنرجع بنشيلهم. بهالوقت رح نبلش نقلي اللحمه. اللحمة دايما قبل السلق لازم تتقلى شوي لتاخذ لون احمر، ونرجع نحط عليها المي بتصير نكهتها اطيب و بصير لونها اجمل. كل شيء غراض للمغربية ان كان البصل او اللحمة او الدجاج لازم يكون لونهم محمرين شوي، لانه الصلصة اللي حنعملها هي الصلصة السمراء الرول اسمر مع المرقة. بدنا نعمل طحين وزبدة لحتى يصير لونهم اسمر. نرجع نضيف عليهم مرقة اللحمة ونحط الكراويه، واكيد اهم شيء الحمص حب اخر شيء رح نضيف عليها. نرجع، فهي مكوناتها قلنا بدنا لحمه موزات، رح نحط لها ملح، لحمه موزات، بدنا دجاج، بدنا حمص حب مثله قبل بوقت بهالشكل بتكون حبته بعدها واقفه شوي صغيره، بدنا بصل، وبدنا الكراويه، وبدنا زبدة وطحين لنعمل الصوص الخاص فيها. لازم ان اللحمة تتقلى شوي. المغربية كمان في منها نوعين، في منها بتجي الجاهزة بهالشكل فيكم تشتروها مبخرة، بتجي معمولة على البخار جاهزة. نحن بس بدنا نقليها مع الكراوية والزبدة والحمص، وفي منها بتجي مثل الحمص حب الناشف، كمان بدنا نغليها بالمي نسلقها لحتى ترجع تصير مثل العجين الطبيعي. فإذا اللحم لازم ياخذ لون، بلش بهالشكل ياخذ اللون اللي احنا بدنا اياه، يتقلى لناخذ طعمة القلي. الصوص اللي قلنا انه حنعمل زبدة وطحين يعني روق اسمر، رح نضيف عليه مرقة اللحمة، و نرجع بعد ما يغلو بحط لها ملح وبهار وكراويه، وراح نضيف نص كميه الحمص حب فوق الصلصه واللحمه على الصوص مع البصل كويزات الحبه الصغيره بنقي على طول، وبنحط الدجاج على الوجه. هيدي اللحمه اتقلت، بلشنا فيها اول شيء لانه بدها شويه وقت على النار لتستوي. راح نضيف لها المرقه، ونحركها شوي. هيدي بدها تقريبا نص ساعة أو أكثر شوي. هلا إذا أنتم مستعجلين كثير عليها فينا نعملها بطنجرة الضغط، بنقلي اللحمة بنحطها بطنجرة الضغط وبنرجع بنعملها بتاكل تقريبا شي 20 دقيقة معنا على النار، نكسب وقت أكثر. اللحمة قلنا لازم تتقطع 30 جرام مش أكثر من هيك،
وهتتقلى وتنسلق. بعد ما تبلش تغلي رح يطلع عليها الزفره، بنشيل الزفره عن الوجه وبحط لها ورقه غار وقرف عيدان، جزر، بصل، كرات، كرافس اللي احنا بنسميهم الباقه المعطره. بنحط لها مواد عطريه وبنتركها تغلي لنا تقريبا نص ساعه لحتى تستوي. رح ارجع لعندك غدا وخلال الحلقه رح نكفي وصفه المغربيه. مرسي شيف، يعطيك الف عافيه. اكيد رح ناخذ بريك، خليكم معنا لانه جون بعده كمان موجود معنا وبمحطتنا التالية. بدون بريك، بدون بريك دغري لعند جون. نعطيك كل الوقت. صباح الخير. استينا على البريك عن جديد. ايه انا كمان اذا على البريك اكلتي نشافه من الكعكه. ما هيك معك وقت. جيت ركض ركض ركض، نعتذر عن هذا الخطا. عندك عامر عم يسالني شو بيك عم تتفاجئ على التليفون وعم بعمل ليك حركات. ايه شو في عم تحكي؟ هي عم شوف الالبومات النازله جديد. فيها عنا البومات حلوه. انا بحب دائما فوت على السيلير، بفوت على الايتون ستور، هني بينزل لك اسرع شيء بدك تقولي، لانه دائما صار هلا عنا ديجيتال ريليسز قبل ما ينزلوا الهارد كوبي فيك تقولي. أوكي. حتى بينزل سينجلز بيوحوا لك انه عم ينزل البوم جديد عم يتحضر. يعني عنا بحبك انا سينجل لعمرو دياب نزل له 10 اكتوبر فيها نقول، والالبوم نزل عم بينزل الالبوم، نزل البوم جديد كمان اتس ديلوكس اديشن. يعني بتحبي لعمرو دياب؟ ايه لازم نعمل لك الالبوم عنه. في عندنا بلقيس نزلت البوم اهلا يا ماما. وفي عندنا بالاندستري الميوزك اندستري الاجنبيه في عندي كثير قصص عم تنزل جديده. حرام يعني عن جد كيف بتلاحظي برا قد ايه they keep track of the albums الباندز، يعني اتس فاستر من لبنان عن جد. بتحسي انه لانه هنيك حتى في عندكم الدعم، حتى يعني وقت ينطرح الالبوم نحن عم نحكي على سوق لبناني او عربي، ونحن بالاكثر يعني بتقولوا السوق اللبناني والعربي اكثر بيروح على الفايرتنج. يعني دائما في عندك ناس بيروحوا بايرتنج وبيقولوا لك ما عليه ما تطلع كيف عايش هيدا الستار، بس هيدي كمان عم بتروح من جيبه البرودكشن هاوس كمان. صح. فيها نحكي يعني حرام هنيك في عندي كثير مش قصه تروح او ما تروح، في قانون. صح. انه يعني الواحد بده يسرق يعني اكزاكتلي هنيك القانون بتتعاقبي بتفوتي على الحبس اذا اخذتي يعني يو بايرتد حيلا شيء. نحن هون بالعكس بنحترف صرنا بالبايرتنج وعندنا قصص. يعني في عندنا بري اوردرز ايماجن دراجون ون اوف ماي فيفورت باندز منزله البوم جديد بينزل 9 نوفمبر البوم وما بنعرف ولا غنيه عنه. في عندك توم ووكر، في عندك تي اي، في عندك ناو، في عندك نابكي نزل البوم هذا شيء كثير حلو. في ليل وين نزل البوم جديد للي بحب الراب والهيب هوب، كارتر 6 بعتقد او كارتر 5. اليوم عندنا تو ميوزك فيديوز رح نحضرون، غنيه جديده، غنيه مش جديده ما فينا نقول يعني نزلت بالصيفيه مش قديمه، بس اتس ون نايس سونج يعني بتسمعيها بتحسيها حلوة. It's kind of different. It's pop electronic. أنا حبيت الغنية. ميوزك فيديو تبعها رح نحضره مع بعض. Yeah. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, it tells you you're in the wrong field. When something's in your mitochondria, cause it latched on to you like knock knock, let the devil in. Malevolent as I've ever been, head is spinning. This medicine screaming, lick lick lick, let us in. It lick lick like a solid ball, let your Allen pole. Bedridden, should have been dead a long time ago. Liquid Tylenol, gelatin, sleek my skeleton's melting. Wicked, I get all high when I think I smell the scent of elephant manure. Hell, I'm in Kahlua, screw it, to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up myself again. Volkswagen, tailspin, bucket matches my pale skin. Manwin, went from Hellman's and being rail thin, flatfish. Scribbles and Rev Olympics, 97, freak Nick, how can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce Room, slept on the Florida motel then. Dr. Dre said, hell yeah, and I got it stamped like a postcard, word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit him with the snare and the bass square in the face. This fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. I got that adrenaline momentum, not going with them. Never gonna slow up in them, ready.
got that adrenaline momentum, momentum, got going with 'em. Never gonna slow up in 'em. Ready to snap any momentum. Thinking it's time to go get 'em. They ain't gonna know what hit 'em. When they get beat with the I said knock knock, let the devil in. Shotgun, pit pit pellets in the felt pin. Cock fuck around and catch a hot one. أنا خلطت بالفيديوز، هيدا الفيديو أمنم رجع ردنا على المظبوط التسلسل المنطقي. هيدا الفيديو أمنم عمل الأوفيشال ميوزك فيديو تبع فينوم، هيدا الريليز ديت كان وقت نزل على ألبوم الكاميكازي اللي عمل له دروب، كان مفاجئ، ما حدا كان عارف إنه راح ينزل ألبوم، نزل ألبوم هيدست أول ذا ميوزك إندستري اللي كانت موجودة وعملت كتير صدى بدنا نقول. فيلم فينوم إذا بدنا نحكي عنه عم نتخطى على شغل غيدا، بديك تقولي انه الفيلم كان very bad reviews طلع له بس it's smashing the record وبالبوكس اوفيس غريبة عم بيجيب عن جد. يعني بديك تقولي كمان يعني في عندك يعني الدعايه اللي بتنعمل له الانتسيبيشن اللي بتنعمل صار للموفيز من ناحيه الموسيقى، فيك تحكي انه جابوا ارتست مثل امينيم عميل نزل البوم مفاجئ وفي الغنية تبع فينوم، يعني كل الناس اكيد سمعوها صاروا بدهم يشوفوا شو الامباكت تبعه كان بالموفي اكثر. يعني في عندك الفانس تبع امينيم كمان راحوا عم يحضروا يحضروا الفينوم يحضروا الفيلم. ما بعرف بدك تحضر زين حضر ما بتحبي الفيلم؟ لا بحب فيلم يعني تشغل راسي اكثر فيه يكون فيه توم هاردي انا بحبه أكتر. يعني اوكي انه اذا في وقت ما احضره بس مش يعني مش تارجت روح على هيدا هلا الغنية احضر شيء ثاني خلص في شيء فيلم هلا كثير هلا هلا سيزون ورا بعض هي صاحب الشتويه هي اكثر عكس الموسيقى بالشتويه بيروح الموسيقى بالشتويه بتروحي على الفلومه بالصيفيه بتروحي اكثر موسيقى هالغنيه بلشنا نسمعها نحن اول صيفيه بدنا نقول غنيه ماجيك مع تيم بومب بعتقد نحضر الميوزك فيديو مع بعض Life is an ocean And I was going to drown Was fighting the dark in me So lost until you came around This world is a blessing I had to learn that from you There's something changing within my soul The sky is a new shade of My heart's beating fast I can't understand And the birds start to sing When I'm holding your hand And the stars appear Every time you're near They call it love But it's some kind of magic In a movie scene Where I am the king You're the queen And my heart's beating fast Like I can't understand And the birds start to sing When I'm holding your hand And the stars appear Every time you're near Nice What's going on? The kelp that you gave Bishara I didn't see anything else I didn't see anything مفروض قوم اظهر من استوديو يعني فيك تظهري من هون مغري لا كثير حلو انا كثير بحب الكليب بس هيوج هيوج هلا بنشوف بعد شوي ميرسي لك ولو ولو ثانك يو نشوفك اسبوعي اللي جاي مشاهدينا خلي يكون معنا من بعد البريك اكيد رح نتابع فقراتنا